قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. في الأهلي بيستعد الأهلي لعودة الدوري ولعودة المشاركة الإفريقية مباراة المريخ المرتقبة المهمة جدا، لكن ما دون الاستعدادات هو بيستعد أيضا لصفقات الموسم المقبل. قلنا لكم من فترة وبقولها لكم تاني عشان في ناس زعلت ساعتها، لكن انتوا عارفين احنا بنقول الاخبار مش بغرض ان احنا نزعل حد، لكن بغرض ان احنا بننقل الاخبار بعد التاكد منها. قلت لكم انه اذا جاء للاهلي عرض مناسب لكهربا سيقبله الاهلي فورا. بقوله تاني، اذا جاء للاهلي عرض مناسب لكهربا سيقبله الاهلي فورا، وده من الاهلي، ده قرار رسمي جوه النادي الاهلي، قرار معروف جوه الاهلي حتى اذا نفي وحتى اذا زعل الناس ان انا بقوله، لكن هو ده حقيقي. يعني حتى اذا عاد كهربا للتدريبات، وده امر طبيعي ما هيعود، هو مش هيتجمد يعني، تمام، عشان في ناس ربطت ما هو رجع التدريبات، هم ليه الخبر اللي انت قلته ده، ما هو رجع التدريبات طبيعي، ما هو الاهلي عايز يبيعه فلازم اللاعب يلعب، ولا هيمنعه من التدريبات؟ يعني اكيد مش هيمنعه من التدريبات، ده اولا. بناء عليه تاكيدا للخبر ده، الاهلي تواصل الفتره الماضيه بل وانهى الاتفاق مع اللاعب حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي الليبي الجنسية. اتفقوا على كل الشروط الخاصة باللاعب، انه هياخد كام، العقد يكون مدته قد ايه، تفاصيل التعاقد ماشية ازاي على مستوى البنود. ليتبقى امر واحد، الاهلي لن يلجأ الى بند الشرط الجزائي اللي موجود في عقد حمدو الهوني مع الترجي التونسي، وده حفاظا على العلاقات القوية بين ادارة الناديين سواء الاهلي المصري او الترجي التونسي. وبالتالي الاهلي سيبدا الفتره المقبله في مخاطبه الترجي التونسي نفسه، احنا عايزين حمدو الهوني، اتفقنا معاه، دلوقتي احنا عايزين موافقتكم، هتدفعوا عايزين كام وندفع كام، وتبدا مرحله التفاوض لانهائها، حيث ينضم بموجبها بعد كده الهوني الحريف قوي المهاري قوي الى الاهلي في الصيف المقبل. حمدو الهوني طبعا هو سجل هدف فوز الترجي على الزمالك الجوله الماضيه، ده غير ان هو كان مسجل ضمن يعني تاريخه اول لاعب بيسجل هاتريك في كاس العالم للانديه، كان في النسخه اللي فاتت مش اللي اتلعبت اخيره دي، لكن اللي قبلها هو اول لاعب عربي يسجل هاتريك في مونديال الانديه، كانت مباراه السد القطري مع الترجي التونسي اللي اكتسح فيها الترجي فريق السد القطري. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.